Hi, Bassam. How are you? I'm good. How are you? I'm fine. I'm so excited لهيدا الانترفيو. رح نكون عم نحكي عن كتير مواضيع حلوة. وحنبلش أول شيء بموضوع كتير مهم لما نحكي عن makeup artist واللي هو الهايجين. هلا صراحة موضوع الهايجين إذا كان في COVID-19 أو لا هو موضوع كتير أساسي وكتير مهم. هو من أهم الكاركتريستيك يعني إذا فيني أقول تبع a good makeup artist. لأنه people trust you بيجوا لعندك لازم يكون عندك amazing hygiene لازم يكون كل شيء نظيف كل شيء in a way معقم ما رح أقولك فينا نعقم كل شيء ولكن المينيموم لازم يكون موجود. هلا بعد الكوفيد-19 أكيد رح ناخد measures كتير. أنا بشوف إنه يمكن رايحين على الأشياء الجتاب. That's my vision. We did not really experience الـ يعني مزبوط بعد مع الكلاينت بعد هال الفيروس, بس I think we might go للقصص اللي يمكن تكون جتاب. It's safer. Yeah, maybe. يعني I'm just saying anything هلا, بس إنه maybe يمكن يعني مثلا خاصة للبنسو تبع الماسكارا أو يمكن صارت الست يمكن بكرة رح يكون معها own ماسكارا يمكن اللي هي أكتر شيء لأنه كتير قريبة من العين. بنعرف الكوفيد-19 بالنفس وبالعين وبالتم بيقدر إنه ياخده. So Bassam, شو بتقول للبرايدز؟ أكيد أجيك كتير فون كولز إنه تأجل العرس وهالأوضاع, فشو هيك كلمة صغيرة مهضومة بتقلون إياها؟ إنه nothing lasts forever. يعني أكيد هيدا الشيء رح يخلص, أكيد رح ترجع حياتنا الطبيعية, أكيد رح نرجع نحتفل, أكيد رح نرجع نعمل all those glamorous weddings. So معلش, everything happens for a reason. يمكن لخيرون, بس إنه حياتنا رح ترجع. أنا كتير متفائل وما فينا إلا نكون متفائلين عن جد, لأنه إذا تشأمنا, إذا if you get all the negative vibes we will be very down, ما رح نرتاح, ما رح نكون مبسوطين. So أنا متفائل, أنا رح دايما بحلم بأنه رح أرجع أعمل all the prize, رح أرجع سافر, رح أرجع روح سياحة. حياة رح ترجع sooner or later, بس أكيد رح ترجع. أكيد هول البوزيتيف فايبز كتير منلاحظهم فيك بسام, وخاصة على السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي على إنستغرام بالتحديد, لأنه عندك طريقة بتتفاعل مع الأودينس تبعك بطريقة كتير حلوة هيك يعني بتكب بوزيتيف فايبز. How do you do it؟ شو السر؟ تعرفي ما في سر أو ما في هيك secret recipe. It's in me. أنا إنسان بوزيتيف, أنا إنسان حتى إذا بكون مزعوج أو بكون مضايق I try to be alone. ما أعرف إذا هذا الشيء غلط أو صح, يمكن الناس كلنا بحاجة لسبورت. أكيد. بس أنا عن جد من الأشخاص اللي I cannot spread but positivity. ما بحب النا, ما بحب الدراما كوينز, ما بحب الناس اللي عن جد أوكي كتير بتعطيك نيجاتيفيتي يعني. ف it comes within me ودائما بحب كون بوزيتيف, وإذا لا سمح الله كان عندي أي مشكل I try to solve it with the best way. I try to not to project it على العالم. هذا أهم شيء بالنسبة لي. بتحب إنه دايماً يكونوا الأشخاص اللي حواليك كمان مبسوطين لأنت تقدر تعطي اللي بدك تعطيه, وعن جد يعني هذا point common بيننا. Great. أكيد, لأنه عن جد لما يكون في هذا الجو من positivity in general بينعكس عليكي. صح. فأنا بحل أنا أكون مبسوط, بحب حتى الأشخاص اللي حوالي يكونوا مبسوطين. فأكيد بسام, can you show us your five favorite products وتخبرنا شوي عنهم؟ واو, هيدا they're all my babies. بس أكيد أول شيء بقلك هي الستار بالات. هيدي كتير عزيزة على قلبي, غير السكسيفول اللي عملتها كمان الكولابوريشن مع إليسا اللي هي شخص كتير عزيز على قلبي. She's one of my best friends, حبها كتير, وهي كانت مثل أوماج لمسيرتنا سوا. So هيدا البرودكت كتير عزيز على قلبي وعنده هيك خصوصية لحالة. Not to mention the amazing shades يلي الحمد لله كل الناس حبوها. Another product يلي بحبه كتير هو ال two way cake أو الباودر فاونديشن.
Yeah. The texture tabao is one of the kind texture. It is powder foundation, but it is very silky, very smoothy. And it's your camera ready. لما بتحطيه عن جد, you become really flawless. I love the blur kit as well. Oh, I love it too. It's an on-the-go product. رح فرجيكي عندي وحدة هون that I was using هلا بتوتوريال. It has 6 shades من contouring للspecial shade للnose contour للhighlighter الماك الhighlighter الشمري للblush. So it's really a one to go product. I even use it as eyeshadow. عن جد it's يعني if you talk about هيك on go product هيدا it is the one. Okay, so صاروا لهلا 3 products. رابع برودكت هو المايكروبليدينج اللي هو 3-in-1 برودكت. ومن بعد ما تعملي الهير ستروكس بالمايكروبليدينج you can fill all the gaps بالسبونج. واخر شيء عندك الماسكارا اللي بيعطوكي اكثر فذري بوشي افكت على البرودكت. يعني اخر برودكت بس بعز على قلبي بقول اخر برودكت لانه عن جد كلهم بحبهم, بس اذا توب 5 هو البرايتز واي الباك لايتنج الجلو اللي كثير مشهور الليكويد ليكويد هايلايتر اللي فينا نستعمله على الوجه وعلى الجسم. It comes like this. هيدا inspired من all the brides اللي أنا بعملهم واسمه Brides Way حتى. This is a very nice product كمان وعزيز كتير على قلبي. بيعطي إكلاك كتير حلو. أنا مرة جربته بس. لا لازم تجربيه دايما. أكيد أكيد. So بعد في أي product بدك تحكينا عنهن؟ وأكيد برودكت كتير عزيز على قلبي اللي هو The Neon Pencils اللي عملناهم with collaboration مع جمال وكيكون. هيدا اللونش كتير عزيز على قلبي, يعني عنده ميموري كتير حلوة. ما بقدر انسى وقتا كنا بجمال وكيكون ولا بنت ما كانت ماشية وحاطة النيون بنسلز على عيونها. So it was يعني كانت amazing memory لإلي. وفينا نستخدمهم كأيلاينر, كألم بقلب العين, كليب لاينر, فهولي كمان قصص بلس. فينا نستخدم أيلاينر على الووتر لاين, ليب لاينر, فول ليبستيك, فينا نرسم فيهم على وجهنا. هالبرودكت هو عن جد لحتى نتسلى, لحتى نلعب بالميك اب. هو معمول لنلعب بالميك اب, لنرسم, لنتسلى. And to break the rules. بما أنه عم نحكي عن الألوان والcolors, في شي home trend لازم نعرف فيها؟ أنا بالنسبة لألي the home trend بهيدا الوقت هو إنه to take care of ourselves. هو ما نضلنا بالبيجاما كل نهار, هو إنه نقوم نوعا نظبط حالنا, نحط السكين كير تبعنا, نحط light makeup, نظبط شعرنا, لا يعطينا motivation, لا ما نحس بي يمكن نكسر, لما نحس بيه هيك لما نحس حالنا داون. So that's for me the best home trend. بما أنه حكينا عن الخلطات الطبيعية والناتشرال ماسكس, قدام مهم أنه البشرة تكون نقية وصحية ليطلع المكياج مثل ما كل بنت بتحلم فيه, فلولس. أوكي, هيدي أهم شيء, يعني أهم سر بأنه الميك اب يطلع فلولس أنه يكون عنا a good skin. عشان هيك كل بنت لازم تهتم بهير سكين, يكون عندها a good skin routine, تسأل dermatologist أو like a beauty advisor إذا ما كان عندها مشاكل مهمة ببشرتها. So the skin routine كتير مهم ليكون عندنا flawless makeup. بس طبعا بما انه كلنا شفنا الشغل الحلو اللي عملته بيور اون براند والكرياتيفيتي اللي كانت موجوده, عندي سؤال لك. اذا اختاروك لتكون الكرياتيف دايركتور لا بيج ميك اب براند, مين بتختار وشو بتعمل؟ واو, انترستينج. اي دون نو, كثير صعب انه كثير صعب جاوب على هذا السؤال لانه هيك بحس في مثل خيانة لـ my brand. يعني my brand is my baby. وبتعرفي مش بس هيك, ما بعتقد في حدا يقدر يكون محل حدا. يعني أكيد أنا رح كون the best for my brand, وكل شخص عنده brand رح يكون the best for his brand, for his own brand. فعن جد كتير صعب واحد يكون محل حدا. فبختار my نضلني the creative director تبع my own brand. أكيد imagine إنك يكون أنت you have your own babies, يقولوا لك إنه to take care the same way على baby حدا تاني. ف
خلص يا اللي عنده شغله هيك لقاله هالقد حاطت من الباسيون من الايموشن تبعه فيها ما بيقدر يكون بمحل تاني ابدا. وهالشي اللي بيميز هالبراند بتكون اصلا. صحيح. So that's it بسام, هولي هن كانوا الاسئله. Thank you so much. Thank you لك, I love you so much. واسم الله عليك, you are gorgeous. Thank you. لازم نعمل شي فوتو سيشن سون. اكيد, whenever you want. انا وياكي. Thank you. وبدنا نعمل اكيد على اليوتيوب سوا مع جمالوكي ومع جون. أكيد. I love you guys. وبعتبر حالي واحد من جمالوكي فاميلي, and you know that. أكيد. يلا, I can't wait to see you soon be a new project, إن شاء الله. We'll see you soon, بسام. ومثل ما قلنا, ممكن أنه تشوفوني أنا وبسام on our YouTube channel, جمالوكي. So stay tuned. Thank you, بسام. Thank you. Bye. Bye.